مشاهدينا عم نرحب فيكم بحلقة جديدة من لبنان اليوم، بهالحلقة مناقشة للتطورات المالية المصرفية الاقتصادية بلبنان مع ضيفنا الخبير المالي والمصرفي أستاذ غسان أبو عضل. أهلا وسهلا فيك. شكرا، أهلا فيك. اشتقنا لك. أنا كمان. تابعنا آخر شيء نشاطاتكم بالنسبة للمصارف واللي عملتوه كمان الحلقة الحوارية بالجامعات، ولكن اسمح لي بلش، رح فند أكيد هذا الموضوع بالجدل حول هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي للبنان في جلسة أسبوع الجاي بالمجلس النيابي لمناقشتها، وطبعا تبعت عملت بلبلة كتير كبيرة، البعض ربطها وكأنه مغريات من الاتحاد الأوروبي ليبقوا نازحين بلبنان، علما أنه رئيس الحكومة أكد أنه ما في أي تعهد لا شفهي ولا مكتوب من لبنان بهذا الموضوع. اليوم لبنان يعني كمان تبعت كل التبعات الاقتصادية والمالية لوجود النازحين، لبنان عم بيعاني. هل برأيك يعني هيدا الجدل كان بمحله أم أنه الاتحاد الأوروبي كانت عن جد هيك نيته؟ يعني شو رأيك بهالمعمعة كلها اللي صارت؟ هو الشغلة هيدا اللي صارت وصلتنا هالزيارة يلي عملها الرئيس القبرصي على لبنان أول مرة وتاني مرة مستشر معه طبعا مفوض الأوروبي، مفوض شؤون أوروبية، رئيس المفوضين الأوروبية، والإعلان عن المليار من هلأ لل 2027، هيدا إجا نتيجة حادثتين ثلاثة صاروا بزوارق وقفتهم السلطات القبرصية بالبحر، وشافت أنه عم بيصير في تدفق للنازحين، استعجلوا هني بدهم يستلحقوا حالهم، بدهم يحموا بلدهم، ركضوا على أوروبا، قالوا لهم تعوا شو بدكم، خلوهم وندفع، ما هني موجودين، هني موجودين والمصاري عم تجي، في مساعدات عم تجي، إن كان للدولة اللبنانية وإن كان للNGOs، يعني كل سنة في مبالغ عم تجي، أكيد هالمبالغ يعني مش أول مرة، هيدا شيء ضمن سياق سابق، هي يعني ضمن سياق، بس هني عملوا لها الطنة ورني مثل ما بيقولوا، ويمكن قدر الرئيس القبرصي يجيب التزام من هلأ لل 2027 بدل ما تكون كل سنة بسنتها. الظاهر انه عمل هالشيء هيدا بده يريح حاله هو بقبرص، طبعا بده يحمي بلده وهيدي وظيفته، والاوروبيه كمان بيقولوا لك بدل ما يجوا لعنا وندفع عليهم عنا بندفع هالمصريات وخليهم بعاد عنا. صحيح. وهيك صارت القصه يعني بالنتيجه، وما راح يحلوا يعني هني مشكله المليون ونص او المليونين او ما بنعرف قديش الارقام اللي موجوده هون، بس انه هالاموال عم تجي هلا هيدي للحكومه اللبنانيه، وان شاء الله انه الحكومه اللبنانيه تتصرف فيها بطريقه صحيح. انه تساعد لبنان لحتى يواجه هالازمه هيدي. صحيح طبعا. هلا في جلسه نيابيه، وبعتقد يعني قانونيا انه يعني قبول هيك مبلغ بده مجلس نيابي، بده تشريع، وبالتالي يعني لوين بتروح هذه الاموال على اي قطاعات مفروض يكون واضح. ولكن اليوم القطاع الصحي بلبنان قد ايه ضرر وجود النازحين؟ يعني حضرتك عم تحكي مليون ونص مليونين يمكن اكثر، نحن ما بنعرف العدد الفعلي للنازحين ببلدنا. بعدين في موجات نزوح اقتصادي مستمره، يعني النازح اللي عم يجي على لبنان غير الاموال اللي عم تصرف عليه من الجهات الدوليه، في هو عم بيطلع اموال، يعني صار بالنسبه له لبنان بلد لفرص العمل، لجني الاموال كمان ليبعث لعائلته على سوريا، وبالتالي في مشكله النزوح الاقتصادي بلبنان. عندك فكره هيك على التبعات على لبنان من هالناحيه؟ هلا من زمان وبالجاي في نزوح اقتصادي من سوريا على لبنان، لانه في فرص عمل بلبنان لبعض الفئات من العمال السوريين بعد مجالات، وهيدي منا جديده لا من 10 سنين ولا من 20 سنه، هي بحاجه لبنان، وبلبنان بحاجه لها، وهول كانوا دائما بياخذوا اجازات عمل واقامات شرعيه وبتسجلوا وكل شيء بيكون طبيعي بهالشق، هيدا ما في اي مشكل، المشكل انه بالاشياء غير الشرعيه اللي عم بتصير، باللجوء غير الشرعي، بالناس اللي رايحه جايه لانه عم تستفيد من تقديمات من الامم المتحده ومن الاتحاد الاوروبي ومن غيره من منظمات ومن NGOs، عم يستفيدوا من هالشيء هيدا، هون لازم يكون في دور اكثر بضبط هالامور هيدي. ما بعرف اذا هالمنحه اللي اجت المليار ممكن تساعد بانه نضبط اكثر، نعمل احصاءات اكثر، نضبط الحدود اكثر. صحيح. بدنا نشوف كيف بده يتصرفوا بهالمصاري. صحيح، لانه في جزء منها للقوى الامنيه طبعا، وفي كمان حاجه لضبط المعابر خصوصا معابر غير الشرعيه. استاذ غسان، بعرف انه يعني ما بتحب تحكي بالمواضيع غير الماليه والاقتصاديه، ولكن اليوم في راي لبناني حتى بلشوا بعض الوزراء يحكوا فيه من وزير المهاجرين، انه اوكي ليه لبنان بده يضل ملتزم بعدم هجره القوارب الى اوروبا، لماذا لا يفتح البحر امامهم؟ يعني هيدا شيء ورد على لسان وزير بالحكومه اللبنانيه،
بعرف انه في معاهده بين لبنان واللي موقع عليها لبنان بموضوع الهجره غير الشرعيه، والجيش مضطر انه يلتزم ويضبط، ولكن يعني وصلت الامور لهذه المطالبه، برايك انه يعني لوين ممكن يوصل هذا الملف؟ هلا اكيد لبنان كدوله دائما عنده مصلحه يلتزم بالمواثيق الدوليه ويكون ملتزم فيها 100%، لانه هيدي يعني بتاثر على سمعه لبنان وعلى علاقاته الدوليه، خاصه مع اوروبا يلي هي يعني طبعاً أكيد. يلي هي اقرب شيء لنا، وشفنا انه هن بس يكون في شيء بيركضوا وعم بيحطوا مصاري وبيحطوا جهد بوابه اوروبا، يعني بوابه اوروبا. فهلا فتح المجال، يعني شو فتح المجال انه هيك ينجيب بواخر ويطلقوا، ما هن يمكن ما يفلوا، ما نحن عم نقول انه قاعدين هون لانه عم بيقبضوا مصاري هون، مين قال لك انه اذا راحوا على اوروبا رح يستفيدوا؟ الناس اللي عم بتهاجر على اوروبا اذا بتحسبيهم بنسبه مئويه للموجودين هون، قد ايه عم بيهاجر؟ 1-2%، 3%، لا بحلوا لنا مشكلتنا هولي من ميله، ومن ميله ثانيه بيخلقوا لك مشكله اكبر مع اوروبا، وشفنا كيف ركض الرئيس القبرصي، يعني نحن دوله ما عندنا رئيس جمهوريه، عندنا حكومه تصريف اعمال، رئيس دوله فجاه هيك بيجي اول زياره وثاني زياره، يعني معناتها هذا الزلمه مهتم انه يحل هالمشكله هيدي بالنسبه له هو كرمال كرمال ما يوصل لعنده، لانه هو قال يعني طبعًا انه قبرص بلد ما بيقدر يتحمل هالاعداد من النزوح، كم الف يعني هو بالنسبه له حركوه وعمل هالحمله كلها يعني صحيح. مع الاتحاد الاوروبي صحيح. ومثل ما قلت استحف فورا رئيس المفوضيه، وبالتالي اذا هن كم الف ما قدروا يتحملوهم بدول اوروبيه، كيف نحن بدنا نقدر ببلد اصلا يعني وضعه المالي حرج جدا انه يتحمل كل هذه الاعداد؟ مشكلة. يعني نحن كان نقدر نعمل شغلة أو شغلتين، أنه أول شيء مثل ما قلت نلتزم بالمواثيق الدولية ونتصرف كدولة ذات سيادة ونلتزم فيها كلها هيدي، وتاني شغلة يمكن مع الاتحاد الأوروبي أو مع قبرص أو مع غيرها، يمكن هون صارت مسألة مفاوضات، أنه مين قال أنه مليار كانت منيحة، يمكن كنا نقدر نفاوض على أكثر أو على غير شروط أو على غير تقديمات أو على أي شيء تاني، بس انه صارت الشغله بشكل سريع صحيح. وانه التزام بمليار من هلا ل 2027، يعني معناتها 250 مليون يورو تقريبا بالسنه. ما بعرف هدول قد ايه بدهم يحلوا لنا مشاكل. اكيد طبعا اكيد. بدي انتقل على موضوع المنصه يلي وعد مصرف لبنان باطلاقها، وتكون طبعا المنصه الدوليه حاضنه لهالمنصه، هيدا الشيء كان لازم يصير بتشرين او بابعد تقدير بكانون اخر السنه، اخر السنه ما صار، مصرف لبنان لم يطلق هذه المنصه. اليوم في وفود من صندوق النقد عم تجي على لبنان عم تطلب يعني ليه صار في تاخير باطلاقها، برايك حاكم مصرف لبنان صار عنده تخوف من انه يعني موضوع صرف سعر الصرف ما ينضبط ويصير في مثل قبل يعني هيدا عدم الاستقرار، شو السبب عدم اطلاقه؟ اول شيء وفود صندوق النقد بتضل بتشي وبتروح لعده اسباب، يعني في اشياء دوريه هم بيعملوها وفي اشياء بتتعلق بالتفاوض يلي كان عم بيعمله لبنان او بعده مع صندوق النقد حول الاتفاق المبدئي نعم يلي صار من سنتين، يعني هيدول بيروحوا وبيجوا، بس ما يعني ما بعرف اكثر من هيك اذا صندوق النقد شو اسمه. هلا بالنسبه للمنصه حكى انه في ضغوطات على الحاكم انه لحتى يتم اطلاقها، ضغوطات هلا في صندوق النقد بيطلب بتوحيد سعر الصرف او مش تسويق هو اعتبرها يعني مقدمه او هلا سعر الصرف اليوم بلبنان موحد ومضبوط وموجود، في غير ال 89.500 الا لاموال المودعين لا يلي مزبوط. بالدولار ما في ولا اي سعر ثاني، ما بعرف اذا في سعر ثاني، انت قولي لي بس انا على علمي ما في، كرمال هيك متخوف فالسعر موحد ومثبت ومضبوط من اذار ل 2022 من تموز او قبل شوي من تقريبا وصل لهالسعر وانضبط صحيح اكثر من سنه وواقف، وبهالوقت هيدا بيقول لنا مصرف لبنان انه زادت الموجودات عنده صحيح. بالعملات الاجنبيه كيف عم تنزاد ما بعرف، شوية فوايد على يمكن توظيفات مصرف لبنان هاد 7-8-9 مليار موظفهم برا عم بيطلعوا عليهم شوية فوايد، يمكن عم يشتري شوية دولار بالسوق بيقدر بطريقة انه يضبط السوق كمان، يعني السوق مضبوط والاستيراد عم بيصير والاعتمادات عم تنفتح مع المراسلين. طب استاذ غسان هون السوق مضبوط يعني ما بيصير تساؤل، يعني قبل كان خبر سيء بالبلد يرفع سعر الصرف، نحن هلا حرب بجنوب من 7 أشهر، وضع مالي سيء، ما في رئيس جمهورية وسعر الصرف ثابت، يعني السؤال يطرح شو اللي خلاه هيك سعر الصرف يثبت؟ يلي خلاه يثبت انه قبل كان في طريقة تصرف معينة من مصرف لبنان تغيرت، وهالطريقة التصرف انا برأيي بمصرف لبنان ولا مرة بتكون 100% مستقلة
عن سياسة الحكومة، عن قرار سياسي طبعا ولا مرة 100%. يعني ما ننسى نحن اليوم أنه مصرف لبنان إن كان بالمجلس المركزي إن كان بلجنة الرقابة، هدول كلهم تعيينات بتصير بمجلس الوزراء، يعني تعيينات سياسية بنتيجة، يعني مرجعيتهم مجلس الوزراء. فما في شيء اسمه 100% استقلالية، في تنسيق أكيد دائما مع وزارة المالية مع الحكومة إلى آخره. فأنا برأيي في جو عام اليوم متفقين عليه أنه نقدر نضبطها بالشكل هيدا، وهيدا شيء منيح، منه شيء عاطل، على شرط أنه يستمر ما بعرف لقديش فترة من ناحية، ومن ناحية تانية أنه تتعالج أموال المودعين بالمصارف، لأنه هيدي الوحيدة اللي بعد اليوم ما لها سعر. صحيح صحيح، حكيت عن موجودات يعني زادت، وهذا شيء عنصر إيجابي إضافة إلى الاستقرار بسعر الصرف. في عنصرين يعني رغم كل شيء يعني يصنفوا بخانة الإيجابية. في كتير أسئلة أنه ليه هالموجودات ما بتستعمل لرد أو على القليل رفع من قيمة السحوبات المصرفية للمودعين اللي هي 150 و400، ليه ما استخدمت بهذا الاتجاه؟ وإذا بدنا نحكي بهالطريقة هيدي لازم نفكر أنه في الاحتياطي الإلزامي اللي هو 15% من الأساس، يلي بفترة من الفترات بأول الأزمة كان بيتجاوز 17 مليار دولار. صحيح، هاي دول 17 مليار كان مفروض يكونوا كاش وينحطوا بمطرح مشان تسديد أموال المودعين. إذا منطلع نحن من 3-4 سنين لليوم قديش تسدد فعليا بالدولار، ما وصلنا على المليارين دولار بأربع سنين بكل تعميم 158 وغيره وإلى آخره، ما ندفع أكثر من مليارين دولار ويمكن أقل من هيك كمان من هالموجودات هيدي. عم تستعمل لغير أسباب، لتمويل المصروف طبعا الدولة، بفترة من الفترات ضلينا ندعم لسنة 2022 بعض الأمور، يعني راح كتير هدر منهم هيدولي، راح مبلغ كتير كبير. بالمنطق كان لازم يكون في 17 مليار اسمه احتياطي إلزامي، هيدا لمواجهة مخاطر معينة. صار في مخاطر أكتر من هيك، مخاطر أنه كل القطاع جمد. هال 17 مليار لو نحطه بمطرح بوقتها وإجن قال أنه يحني موجودين ونحن راح نستعملهم لحتى ندفع مصاري، ضخ أموال بالسوق من 3 سنين كان بقي سعب. كانت تغير أمور كثير. يعني هذا الموضوع كان عنوان حلقة ناقشتوها بجامعة القديس يوسف، صحيح؟ نعم. حكيتوا عن الأزمة المالية المصرفية وعن أنه كان في قانون عم تعدوا الحكومة، مشروع قانون لهيكلة القطاع المصرفي، وإذ هذا القانون يسحب من الجلسة طبعا نتيجة ضغوطات، وكان العنوان سحب لمزيد من الدرس من قبل الوزراء. ولكن نحن سنة الخامسة على الأزمة، للقطاع المصرفي تم هيكلته، لا في أي إصلاح بيتعلق بالموضوع المصرفي، المودعين يعني عم بينعطالهم الفتات، حتى التعميم يلي يعني بيعطيهم 150 دولار ما تطبق آخر تعميم، يمكن رقمه 167 إذا من 166. فبالتالي يعني اليوم المصارف ما بدها هي تتحمل مسؤولية، الدولة كمان بمحل معين ما قدرت أقرت هذا القانون، المودع هو لوحده عم يتحمل مسؤولية الخسارة 100%. أحكيتوا عن هيدا القانون، برأيكم يعني كان لازم القانون يلغى أو أنه يعدل، وشو كانت ملاحظاتكم على هذا القانون؟ اتحاد موظفين المصارف، بالاتحاد نقابات موظفين المصارف بلبنان، دعي بالتعاون مع جامعة القديس يوسف لجلسة حوارية حول مشروع القانون اللي انطرح وانسحب بشباط 2024، وهو منه أول مشروع قانون، يعني قبل منه بثلاث أربعة أشهر بتقريبا تشرين الثاني كان في مشروع قانوني بيشبهه، هيدا كان موسع أكتر شوي. دعيوا لجلسة حوارية وأنا انطلب مني أنه أعمل مودريتر يعني أو دير هالجلسة هيدي، كان في متحاورين يعني نحن كده تلفزيون لبنان موجودين كمان. نعم كنتوا موجودين وعم بتغطوا طبعا. هلأ هيدا المشروع القانون في عليه ملاحظات كتير، واتحاد نقابات موظفين المصارف بده يعطي ملاحظاته عليه من ناحية تقنية، لأنه بالنتيجة موظفين المصارف هن التقنيين اليوم، كل الناس بتحكي بالمصارف وبالتعاميم وبالهالأمور هيدي، في ناس صحيح. بتفهم أكيد برات قطاع المصرفي، بس يلي قاعد بقلب المصرف هو التقني الحقيقي يلي بيعرف كل شيء بالقانون وبالمالية وبالمحاسبة وبالعمليات المصرفية وإلى آخره. فقرروا أنه هن بدهم يعطوا رأيهم بهذا المشروع ويعملوا مذكرة، بتخيل بدهم يعملوا مذكرة قريبا كمان كان مفروض تسلم للحكومة بعتقد. نعم أكيد إذا بدهم يعملوا مذكرة بده يكون شيء رسمي يعني بدها تنعلم. فهيدا المشروع يعني أخذ كتير نقاش، بس كل اتفقوا أنه بقلب المشروع أو روحية المشروع هي تصفية، تصفية يعني للودائع، تصفية للقطاع اللي موجود، للقطاع يعني لما بتقري بقلب مشروع القانون
30 40 مره كلمه شطب و100 مره وشوي كلمه تصفيه، يلي بكون عم بيقرا هالقانون وبده يجي ليطبقه بيعلق بذهنه الشطب والتصفيه، بتصير سهله عنده يعني من ناحيه نفسيه. وفعليا اذا بنطلع مزبوط بنلاقي انه هيدا القانون غير انه الودائع كان مصنفها من قبل مؤهله وغير مؤهله، ضمن كل فئه من هالاثنين صار في مبلغ محمي ومبلغ غير محمي، يعني في مؤهل محمي ومؤهل غير محمي، غير مؤهل محمي وغير مؤهل غير محمي. وهودي الفئات يعني انه بتنزل اكثر واكثر المبالغ فيهم، ماكسيموم هو 100,000 دولار صحيح. المؤهل والمحمي، ماكسيموم هو 36,000 دولار الغير مؤهل والمحمي، وبرات هالمبالغ هيدي بده يصير في اقتطاع وشطب لحديت 80% تقريبا من بقيه الاموال يلي موجوده، ان كان بتحويلها للليره اللبنانيه بقيمه 20% من سعر السوق، ان كان بتحويلها لاسهم بالمصارف بقيمه 5 دولارات قديمه مقابل دولار فريش، معناتها كمان انه هون اقتطاع 80%. يعني كل شخص اليوم عنده اكثر من 100,000 دولار مؤهل او 36,000 دولار غير مؤهل، هيدا مصير مصرياته يلي فوق هالمبلغ هيدا انه يروح يقطع منهم او 80% ويصيروا ليره لبنانيه، او يروح يقطع منهم 80% ويصيروا اسهم بمصارف، او يروحوا على صندوق يعني مش معروف وين تمويله وعلى قديش، وال100,000 وال36,000 بيندفعوا بين 10 و15 سنه، يعني عم يفقدوا كمان. هيدا ما عدا ما نفوت بتفاصيل تانية. بس الميت يعني المؤهل الميت ألف دولار، يعني قصدك هني بحسب القانون إنه يلي كان عنده مبالغ بالفراش دولار قبل تشرين هيدا يعتبر مؤهل وترجع من وديعته 100,000 دولار يعني. نعم. واللي غير مؤهل يلي من هو بعد تشرين 2019 يسمى غير مؤهل لأنه هيدا تحوله من ليرة لبنانية لدولار، وهيدا حددوله 36 أو 37,000. 36,000 هيدا يعطى هذا المبلغ يعني. 36,000 كمان مقسط بين 10 و 15 سنة وفي شروط، وبدون يرجعوا من 2015 يسترجعوا فوائد يلي اندفعت لهالناس هيدول، كل شيء فوق 1% بدون يسترجعوه، معلما انه هيدي اندفع عليها ضرائب يعني الفوائد، ما بعرف ما عم بيحكوا عن الضرائب كمان غفلت عن بالهم. وفي امور تانية، وكل شيء بينخصم من هالحسابات بيرجع بيروح بينخصم من حسابات المصارف عند مصرف لبنان، يعني شطب 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 شطب، ما بعرف يعني صار لهم سنتين بيقولوا لنا ما حدا بده يشطب وما حدا بده شيء، بيطلع قانون ما في غير شطب وتصفيه بقلبه. بس اكثر من مسؤول اكد انه الودائع مقدسه وانه ما رح يتم شطب الودائع. يعني عم تحكي عن مشروع شطب، ولكن يعني هيدا المشروع كان مجرد مثل ما قال وزير سعاده الشامي بالجلسه اللي صح فيها المشروع، انه خلينا نبلش من المحل، عندكم ملاحظات تعوا صوبوها، بس انه تلغوا المشروع شو البديل؟ طب هلا نحن شو عم بيصير؟ المودع فعليا يا محلى الكابيتال كنترول، المودع فعليا عم تمارس بحقه يعني هالاجراءات التعسفيه، شو عم بيصير؟ وبالتالي عم الودائع 80% واكثر منها عم يشطب هلا، فعليا عم يشطب بحكم الامر الواقع. أكيد. خلينا نبلش من مطرح. ما اذا بدنا نبلش من مطرح بدنا نفكر بشغله. مين اللي عنده السلطه بايده انه يطلع قانون ويفرضه ويفرض تطبيقه؟ طبعا هو المجلس النواب. حكومه ومجلس النواب. في 4 سنين ونص واكثر مضيوا على الأزمة ما طلع بعد قانون بعدة حجج، يلي عنده القدرة وعنده هو الإدارة والسلطة وما عم ياخد قرار، هون في مسؤولية، في مسؤولية عدم التحرك. سنة 2021 إجا وزير خارجية فرنسا على لبنان لودريان، وفي تصريح موجود بالصحف قال هو أنه مثل اتهام أو لوم للحكومة اللبنانية بعدم مساعدة شعب بحاجة بخطر، شعب بخطر بالفرنساوي نون اسيستانس ا بوبل ان دانجي. إلى هيدي وزير خارجية فرنسا بلبنان بسنة 2021 من أكثر من 3 سنين، يعني عم يجي بيقول لهم اتحركوا، السلطة بإيدكم، خذوا القرار يلي بدكم. لما بيجي حدا بيقول إنه بدنا نبلش من مطرح، أنا بقول له بدك تبلش من 4 سنين ونص لورا، الهدر يلي راح مين هدره بده يتحمل مسؤوليته، كل المصاري يلي راحت، كل القروض يلي كانت بالدولار عند المصارف وفي مقابلها ضمانات، انجبرت المصارف، هلا انجبرت ما انجبرت بطيبة خاطرها ما بعرف، بس هي مشاركة كمان، بس المسؤولية كمان على يلي ما طلع القانون. بمشروع القانون يلي موجود اليوم يلي انسحب عم نحكي عنه بشباط 2024، في مادة بتقول
انه كل القروض يلي بتنعطى بالدولار لازم تندفع بالدولار بفريش. طب ليش هيدا مازال خمس اسطر؟ ليش ما طلعوهم من اربع سنين ونص تيحموا جزء من الودائع بالمصارف ويجبروا المصارف يقولوا لهم انه تفضلوا انتم عم تقبضوا ديون بالفريش دولار بتحطوهم بمطرح معين وبتستعملوهم لرد اموال المودعين؟ هيدول بتقدروا باكثر من 25 مليار دولار، وفي عنا تقريبا 20 مليار دولار انصرفوا على هدر دعم وما دعم وما يسمى بدعم وإلى آخره. صحيح. هيدول 20 و25 و45 مليار دولار، يعني بيحلوا نص الأزمة المصرفية. يعني هي الفجوة المالية حوالي إذا 70 وشوي مختلفين على الأرقام، بس إذا اعتبرنا أنها 70 وبذلك كان بيحلوا مشكلة. فبدنا نبلش بمطرح برجع لهون، أنه ليه ما بلشنا من أربع سنين ونص؟ ليه ما بلشنا من ثلاث سنين؟ منحط مشاريع قوانين ومنسحبها وبيقطع الوقت وبنرجع منتحجج ساعة بفرص وساعة بأعياد وساعة بصيفية وساعة ما بعرف بشو، يعني حجج. طيب بس ما كمان في وجهة نظر تاني بتقلك اللوبي المصرفي اليوم قوي، كل ما يطلع هيك قانون بيطلع هو يعني محلات معين ضغوطات، منها المذكرة اللي مضوها 11 مصرف سموها يعني مذكرة ربط نزاع وجهوها لوزارة المال، انه خلي الدولة تدفع لمصرف لبنان حله محله، خلي الدولة تدفع لمصرف لبنان لأموالها نحن نقدر ندفع لأموال المودعين. كمان المصارف كل ما عمل او انبحث بقانون بيطال هيكلة القطاع المصرفي بيقوموا كلهم بيتحدوا وبيصير فيها الضغوطات. وايه يمكن في ناس من قلب يعني المجلس النيابي او غير المجلس النيابي تتماهى بشكل او باخر مع هذه الضغوطات، والنتيجه بتصير طيروا كل القوانين. مثل ما قلت في لوبي ما في لوبي، في تداخل بين المصارف وبين السياسه، بس بالاخر بضل في ناس يعني يقدروا يعملوا شيء، والا نحن هون هذا الحديث معناته انه كلهم محطوطين بفرد سله والمسؤوليه عليهم كلهم سوا. يعني ما بقى فينا نجي نقول المسؤولية على طرف بدون طرف تاني، هن مش بس ثلاث أطراف، هن المصارف وأصحاب المصارف، هن مصرف لبنان والقيمين على مصرف لبنان شخصيا مسؤولين، وهن السلطات السياسية من حكومة ومجلس نواب والوزراء والنواب شخصيا مسؤولين، لأنه بالنتيجة لما منقول مصرف لبنان مش الحيطان والبناية، هن طبعا الأشخاص. لما منقول الدولة مش معناتها الدولة أنه شيء لا مبهم، لا، الدولة بدها تيجي تحاسب اللي كانوا قاعدين بمركز المسؤولية أو أخطأوا أو ما تصرفوا مزبوط أو ما أخذوا القرار المناسب أو قصروا. بقى في عدة يعني أنواع من المسؤوليات. أكيد طبعاً طبعاً. وأصحاب المصارف بالنتيجة اليوم إذا سكر القطاع المصرفي أو سكر البنك مهني، يعني إجمالاً بيكون عندهم غير أشغال بلبنان وبرات لبنان، وهن مستثمرين عم يخسروا واحد مزبوط من استثماراتهم. بينما لنرجع مثلاً لنقابات موظفين المصارف، هدول عم يخسروا وديعهم وعم يخسروا شغلهم ووظيفتهم ومهنتهم كلها سوا، لأنه أنا مني شايف أنه مهنة القطاع المصرفي بلبنان بوقت قريب رح ترجع حتى بشكل بسيط من يلي كانت عليه. هلا بدون شك اي تعافي اقتصادي خلينا نكون متفقين ما بيقدر يكون بدون قطاع مصرفي سليم وبدون اعاده ثقه بالقطاع المصرفي. ما في اي اقتصاد يمشي باي بلد بالعالم بدون قطاع مصرفي، كثير منيح. ولكن اليوم مثل ما قلت في مسؤوليه مشتركه. اذا بنجي بنشوف المصارف شو عم تعمل، طيب المصارف بتقلك انا دينت الاموال للدوله، بس ما إن أنا كمودعة ما أعطيتك الإذن ديني كل أموالي للدولة، أنت هون المخاطر يلي يفترض أنه تتخذ بالحسبان ما أخذوها أبداً، كان أنه بهمون الأرباح والفوائد يلي كمان عم تنعطى لإلهم، وغض النظر عن كل المخاطر يلي مفروض تتخذ بعين الاعتبار بهيدا الموضوع. طيب اليوم القطاع المصرفي يعني حتى الـ 150 دولار مش عم يقدر يأمنها للمودعين، يعني وين مسؤوليته؟ هون جمعية المصارف شو دورها؟ يعني ليش كل الهيئات الرقابية المصرفية ما بنشوف شيء بيشتغل؟ لا هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان، لا جمعية المصارف، يعني كله بيصمت. يعني المودع بيطالب المصرف مظبوط، بيطالب الجهة اللي لا بيقول له شو بده يعمل ولا شيء، بيعطي الوديعة على المصرف. المصرف في عنده معايير، في عنده قوانين، في عنده تعاميم مفروض يكون ملتزم فيها. صحيح. ومعلوماتي أنا أنه التعاميم هيدي اللي عم تصدر عن مصرف لبنان، يعني المصارف كانت عم بتوظف بناء على تعاميم وعلى كل شيء قانوني، يعني ما حدا اليوم إجا قال من قبل مصرف لبنان أو حدا تاني أنه في تعاميم غلط كانت المصارف عم تعملها. فالمودع له يطالب المصرف. صحيح. ولا بيقول له وظف هون ولا بيقول له وظف هون، المصرف أوكي. هو مسؤول عن تصرفاته. اليوم كان في إغراءات اعتباراً من سنة 2015 للمصارف لحتى تحط كميات زيادة بمصرف لبنان مش برات المعايير،
هيدي ضمن المعايير، لأنه المصارف المركزية والدول هي برات المعايير يلي بيحطها بنك التسويات الدولية BIS أو بازل. هيدي بتطبق على الأفراد، على الشركات، ما بتطبق ولا على المصارف المركزية ولا على الدول. يعني ما في نسبة معينة من المخاطر؟ ما في نسبة، لا ما في نسبة من المخاطر ما بتطبق عليهم، لأنه بيعتبروا أنه هيدا الدين السيادي، وأنه الدول لا تفلس إنما تعيد جدولة ديونها وبتدفع هالشي هيدا. فهن كان لازم ياخدوا شيء ذاتي، كل مصرف بمصرفه. ومشان هيك نحن منلاقي كنا قبل الأزمة في مصارف كانت موصفة لحديد 70% مع مصرف لبنان، وفي مصارف ما كانت واصلة لل 25. طب منطق انه 70% مع مصرف لبنان، وهي المصارف كانت تقول انه هذه الدولة فيها فساد و... صحيح. طب انه انتوا اذا عم تنعتوا الدولة بالفساد وعم تعطوها اموال المودعين، منطق يعني في هيدي مسؤولية، هيدي مسؤوليتهم يلي بيتحملوا مسؤوليتها المصارف، انه هن اخذوا هالمسؤولية هيدي. بس في شغلة صارت، انه المصارف اللي كانت اول الازمة مش موصفة الا 25% وحطتهم مع مصرف لبنان، والباقيين حست حالها صارت بدها تلحق ال... لا مش بس هيك، من 2019 وبالجاية هالديون يلي كانت عطيتها بالقطاع الخاص إن كان شركات أو صحيح. أفراد بالدولار، صارت ترجع لها شيكات أو ترجع لها بالليرة اللبنانية على 1500 بناء على تعاميم مصرف لبنان. يعني صاروا مثلهم مثل هوليك، استرجعوا الديون من السوق، صاروا هالمصريات بدل ما كانوا 25% مع مصرف لبنان، اليوم صاروا بركة 60% أو 70% مع مصرف لبنان، صاروا كلهم سوا. يعني اللي تصرف منيح واللي ما تصرف منيح قبل الأزمة اتعاقب من وراء تعاميم مصرف لبنان. يعني ما كان في فرق بين المصارف يلي أخذت هيدا الريسك وبالديون السيادية وغيرها يلي بينسب. يعني تخيلي مصرف كان عنده بس 25% مع مصرف لبنان بأول الأزمة، ومصرف لبنان إجا طلع تعميم أنه الديون يلي بالدولار لازم تندفع بالدولار، كان هالمصرف هيدا استرجع دولاراته. صحيح. كان بدل عملية 3 أسطر وينحط 3 أسطر تانيين أنه بينحطوا هولي بصندوق خاص وتدفع منهم أموال المودعين. كنا حلينا جزء كبير من الأزمة. الحلول هي بسيطة، إنما الإرادة ما بعرف ليش ما كانت موجودة بوقتها. طيب في كمان المصارف، يعني كان في نوع من الهيكلة الذاتية كان يعملها مصرف لبنان بتعميمه، منها تعميم 154 بعتقد رقمه، لما طلب منهم أنه يزيدوا رأس المال بنسب معينة وهيك. حتى هي التعميم كان دائما يعطيهم فرص ودات معين ويرجع يمدد المهلة، حتى هو ما التزموا فيهم. التعميم 154 صدر بأول سنة من الأزمة. صحيح. والمصارف يعني زادوا، بمعنى انه بوقتها كان الدولار على الليرة اللبنانية بعده 5000 و6000، وفي اشياء زادت من مبالغ موجودة بلبنان وشيكات وما شيكات وكل هالامور هيدي. يعني ما صار في فريش عند كل المصارف بهالمعنى هيدا، والتعميم مثل ما قلت تمدد وما صار عليه عقوبات قوية يعني لعدم الالتزام فيه. وبفتكر انه من وقتها يمكن تخطيه الزمن شوي بالامور يلي صارت بعدين. صحيح. فنرجع منقول انه الاشياء كانت بسيطة من الاول، يعني اي كانت شخص موجودة. حلول موجودة، كان بدها ارادة وكان بدها اصدار. بعدها موجودة يعني، اما فقدنا يعني الامكانية، صارت اصعب بكتير. صارت اصعب بكتير. يعني اليوم لما بتجي بتقولي لمصرف لبنان انت بدك ترد مصاري للمصارف، بيقلك انا عندي 9 مليار. طب بوقتها كان عنده 33 34 مليار. لما بتقولي للمصارف رد لي مصاري المودعين الدولار، بيقول لك ما انا مدين 30 مليار دولار بالسوق، جبرني مصرف لبنان استرجعهم بالليره اللبنانيه او حطهم عنده بشيكات او اشياء من هالنوع. يعني الازمه كبرت بسبب عدم اتخاذ القرارات بوقتها. صحيح. طيب الكابيتال كنترول بعد في له جدوى اقراره؟ او كابيتال كنترول اذا بده ينعمل لازم ينعمل على المبالغ الجديده اللي بدها تجي، يعني الفريش هيدي لازم تنعمل عليها بركه. بس ما بعرف يعني اذا في زوم بعد ينعمل. هو مفروض انه اليوم بعد في شغله وحده لازم تصير، وشغله كتير بسيطه، انه اموال المودعين بالمصارف لازم تتسعر على الليره اللبنانيه على سعر السوق مثل 89 و500، مثل الكل. وهون ينحط كابيتال كنترول، ضوابط قديش الشخص فيه يصرف بالشهر من الدولار على الليره اللبنانيه، وهالليره اللبنانيه كيف لازم تنصرف بالسوق. هل يا ترى بكاردز او بشيكات او وات ايفر، لحتى ما يصير في كمان سيوله كتير بين ايدين الناس لحتى تركض وتشتري الدولار وتعمل ضغط على سعر الليره اللبنانيه. فهون في امور ممكن انها تصير، بس ما بعرف ليش ما عم بيتاخد القرار ولا من جهة ولا جهة بدها تحمل هيدا القرار. بمصرف لبنان بيقولوا السعر 89 و500. صحيح. بالحكومة سمعنا أنه ولا ممكن هيدا السعر، سمعنا أنه 25 ألف فإنه شيء عظيم. صحيح. حتى في حدا قال أنه 25 ألف شيء عظيم،
ما بعرف كيف بفتكر حسبوها على قصة 80% شطب يلي بمشروع القانون. طب حتى ال 25,000 ما انحطت يعني بعد في هلا التعميم 151 بعد في ناس بتضطر تاخذ على ال 15,000 ما عم بيطبقوا البنوكي ما بقى فيهم لأنه مصرف لبنان هو التعميم انتهى ومصرف لبنان ما مددوا أول صحيح. شهر أو شهرين ترك شوية هيك إذا بدك شوية ليونة بتطبيقه بس منه التعميم منه ممدد ولا مجدد شيء منه أبدا. في شيء غريب عجيب يعني مفروض هيدا الرقم يلي طلع بالموازنة هو يكون السعر على كل شيء فيه يعني كل شيء فيه معاملات مالية بالبلد إن كان مصرفية أو غير مصرفية يعني كيف هيك انه كل تسعيره كل موازنه عندها تسعيره المصارف عندهم تسعيره يعني لا هلا صار واضح انه تسعيره اموال المودعين جامده لارتباطها بهالمشروع القانون هيدا يلي هو اليوم بيجي بيقول انه يلي بده يحول دولاراته على الليره اللبنانيه فوق ال 100,000 او ال 36,000 المحميه بحولها ب 20% من قيمه السوق 20% من قيمه السوق اليوم يعني تقريبا 18,000 ليره مشان هيك سمعنا ناس قريبين من مصادر بالحكومة أو بالدولة عم بيقولوا أنه 25,000 شيء كتير عظيم لأنه عم بيقارنوها ب 18,000 بس لا عملنا هي ولا عملنا هي بعد ما صار شيء وفي استنزاف بكل هالوقت هيدا لأموال المودعين يعني في ناس عم بتشير الشيك وبتصرفه ب 12% من قيمته يعني في ناس مضطرة كمان بدي كمل معك بهذا الموضوع إذا بعد فينا نحكي عن أموال المودعين وبمواضيع تانية منها أنه السياحة هلأ بيظل الحرب شو وضع الموسم السياحي بلبنان ولكن اسمح لنا نتوقف مع فاصل ونعود. مجددا مرحب فيكم مشاهدينا بما تبقى من هذه الحلقه ايضا الترحيب موصول بضيفنا الخبير المالي والمصرفي استاذ غسان ابو عضل اهلا وسهلا فيك. شكرا. يعني بما تبقى من وقت عملت صوره هيك يعني واقعيه هي سوداويه ولكن واقعيه عن موضوع اموال المودعين، طب طالما ما اقر شيء وما تم هيكله القطاع المصرفي، بعد فينا نقول في اموال المودعين بعدها باقي لحين بلورت اقتراح معين او قانون معين؟ هي دفتريا موجودة بميزانيات المصارف موجودة بميزانية مصرف لبنان موجودة الخطر انه يصير في مشروع قانون مثل هيدا او غيره تنشطب من محل وتنحط غير محل ببطل اسمها ودائع بصير اسمها شيء تاني فهون الخطر طالما انه بالميزانيات موجودة وميزانيات مدققة وعم تنشر كل سنة وفيها دوكيومنتس مزبوطين وبعد ما في مشروع قانون وبتعرفي انه طلع يعني من مجلس شورى الدولة وقتها يمكن قرار انه عدم هيدا الفصل يلي مطلوب بين ميزانية مصرف لبنان والمصارف والى اخره يعني هذا قرار كتير مهم لازم دفتريا يكونوا موجودين يبينوا هيدا اثبات لما بنعمل مشروع قانون او اي قرار لحتى نغير له محلهم كانه نحن صار في جريمة وعم نمحي اثار الجريمة أو عم نمحي دليل على الجريمة كرمال هيك خطر إقرار أي قانون ما بينصف المودع إيه؟ نعم طبعاً أكيد نعم. بكرس هذا الواقع بدي أنا أقول لأحكي شوي كمان موضوع مالي هو تقرير مجموعة العمل المالي يلي بتذكر يعني من سنة يمكن أعطونا فترة سماح لعدم وضع لبنان على اللائحة الرمادية لأنه الاقتصاد الموجود حالياً هو اقتصاد الكاش بلبنان يعني المنظومة المصرفية الأموال ما عم تدخل لدائرة المنظومة المصرفية وبالتالي كل الاقتصاد كاش هلأ في تقرير جديد مفروض صحيح شو رح يكون وضعنا فيه؟ لا في مفروض يكون اجتماع بآخر هذا الشهر إذا ماني غلطان بتصور آخر هذا الشهر أنا بتوقع يعني ما تغير شيء من سنة لليوم والوضع اللي كان من سنة يعني لو بدهم يتعاملوا مع لبنان كدولة غير ما عم يتعاملوا معنا إيه لا كانوا أخذوا غير قرارات يعني كان فيهم يحطونا على اللائحة الرمادية كان عندهم أسباب هني حسب المعايير يلي عندهم كان بيقدروا يحطونا على اللائحة الرمادية لأنه في سنة كمان حطونا على اللائحة الرمادية لا ما كنا على اللائحة الرمادية ما كنا على اللائحة الرمادية في سنة حطينا قديما هيدي بس صحيح. عم نحكي يعني بالهلا من وقت الأزمة لا بس هلا بتصور انا انه يصير في شويه تمديد بعد للمهله يعني ينظروا بوضعنا يعني لانه في اوضاع امنيه صعبه ولانه بعدنا بفراغ رئاسي وما عندنا مؤسسات دستوريه ممكن انه ننعطى كمان بعد فتره سماح ممكن ايه انا بتوقع انه ينعطى بس مش سنه يمكن اقل من سنه
لانه شغله خطره كثير انه نصير على اللائحه الرماديه. يعني شو يعني؟ يعني بطل في تعامل مع المصارف مع الخارجية. المصارف ايه طبعا بصير اليوم اي حواله بدها تصير بسيطه بده يصير فيها تدقيق كثير ومطالبه كثير بدوكيومنتس وكل هالامور هيدي، يعني بتتصعب الامور وبتصير تكلف مصاري اكثر. يعني بيتضرر كل اللبنانيين الموجودين برا. نعم، نعم، والمغتربين اللي بدهم يحولوا اموال للبنان. نعم، حتى اليوم اللي عم بيتعمل بالكاش بعد اذا رحنا على اللائحه الرماديه وتخطينا اللائحه الرماديه هونيك كمان، يعني اللائحه السوداء يعني عقوبات طبعا الرماديه. يعني حتى اليوم اذا شخص عم بيتعامل بالكاش وبده يشيل مبلغ صغير ويحوله عن طريق مصرف، هيدا بده يصير يكلفه مصاري زياده اذا هو كمان على اللائحه. طبعا طبعا فهذه خطره. لا اكيد خطره، ويعني بيتضرر فيها كل اللبنانيين ومش ناقصنا، يعني خصوصا انه هلا يعني اللبنانيين اللي عم بيضطروا يتعاملوا مع المصارف عم يدفعوا عمولات كثير كبيره، يعني المصارف عمولاتها عم بتكون يعني نسب كثير كبيره. طبعا العمولات، لانه المصارف يعني مثلا الحساب اللي كان يتاخذ عليه 3 دولار او 4 دولار عموله بالشهر اليوم عم بيصير 20 دولار و25 دولار. صحيح. طبعا عم نحكي الدولار يلي موجود بالحساب بالبنك، بس بالنتيجه هيدا عم بيقلل من هالحسابات هيدي، وقبيلهم ما في اي خدمات. يعني بيكون أكيد عنده حساب بيقول له اعطوني مصاري، ما في، بحولوا لي، ما في، سحبوني على الليره اللبنانيه، ما في، يعني ما في يعمل شيء غير انه يطلع شيك. ما موجوده هي اذا بدك تاخذ موعد، ما يعني بينونك وبتحس حالك يعني مثل كانك متسول على بابه لهيدا المصرف. وصار في يعني شويه هيك تفنن بالمصاريف، يعني صحيح، مصاريف كشف حساب ومصاريف حركه حساب ومصاريف اس ام اس ومصاريف هو ما في شيء حركه، يعني كشف حساب 25 دولار. نعم. فريش. ايه هيدا اذا بده يطلع لبرا، بس اذا كشف حساب هيدا انت ما اخذت كشف حساب. اذا طبعت إيه؟ احد المصارف طلب مني انا كشف حساب يفوق معاشي ورقة كشف حساب 25 دولار، يعني في شيء منه طبيعي كمان بالعمولات المصرفية. نعم. اللي عم تنفرض. نعم، نعم، يعني هن بالنسبة لهم انه هن نتيجة المصارف هن تجار مثل اي مؤسسة تجارية بتبغي الربح، ما عم يقدروا يربحوا من اي مصدر الا هالمصدر هيدا، وطالما انهم موجودين ومستمرين وين عم بيقدروا يغلوا تسعيرتهم؟ عم بيقدروا يغلوا. ما في معايير هون او في ضوابط، في ضوابط، في تعميم من مصرف لبنان صدر بيقول انه ما لازم ياخذوا عمولات او اي مصاريف اكثر من يلي كانوا ياخذوها قبل الازمه. بس بدنا نشوف مين عم بيلتزم ومين عم بيراقب ومين عم بيحاسب. كرمال هيك بنرجع بنقول لك هيئه الرقابه او جمعيه المصارف يعني دورهم اليوم ما عم بيكون موجود ابدا. جمعيه المصارف هن اللي لازم يتراقبوا المصارف. لا، لجنه الرقابه على المصارف ومصرف لبنان كمان كتعميم، يعني هون لازم هن يتصرفوا. طبعا اكيد. بدنا نحكي شوي عن الموسم السياحي، لانه لبنان يعني السنه الماضيه سجل ارقام كثير كبيره بموضوع الموسم السياحي، وقدرنا فوتنا دولارات على البلد كنا بحاجه لهم. يعني هلا بعد الحرب مستمره، واليوم بالدخول كمان على رفح يعني وربط غزه بالجنوب، واضح انه نحن كمان مكملين مع الاسف بهيدا المسار العسكري. شو راح تكون الارتدادات على الموسم السياحي بلبنان؟ الاول ارتدادات هي كانت الخسائر المباشره طبعا، اول شيء بالارواح يلي أكيد هي اهم نقطه، بعدين بالممتلكات، بعدين خسائر غير مباشره بسبب هالتهجير من هالمناطق الزراعيه والى اخره، يعني في خساره كمان بالاعمال. في ناس عندها مواسم تربيه نحل، في يعني كلها طبعا خسرت طبعا مواسمها. طبعا وفي اراضي بسمع انه في اراضي على عده سنين ما بقى صالحه لانه تستثمر للاستثمار. هيدي اضرار المباشره للحرب. الغير مباشره بدها تنعكس على السياحه. اذا بتنتبه على شغله مثل هالايام هيدا كنا نبلش نسمع عن المهرجانات. صحيح، ما حدا عم يحكي بعلبك بيت الدين من كل هالمهرجانات اللي بتصير والكونسرتس اللي بتصير، كان يبلشوا يعلنوا عنا من هلا. أكيد. وناس تركض ما في شيء لحد هلا، كله ناطر. هلا في احتمال اذا بيصير اي شيء ايجابي من هلا لجمعتين ثلاثه او لاخر الشهر نقدر ننقذ الموسم. اذا وقفت الحرب، اللبناني دائما جاهز. صحيح. وسريع وعنده الخبره وعنده الانرجي وعنده كل شيء، والسياحة اللي عم تجي من برات لبنان هي اللبنانيين بالنتيجة. العدد يعني نحن منا متكلين على الأوروبي اللي بيخطط لسفرته بالصيفية قبل بست أشهر وقبل بسنة أو يعني هودي بلاد الناس بيخططوا قبل بست أشهر وثمان أشهر وعشرة أشهر، بيعرفوا صيفية الجاية وين بدهم يروحوا، بيكونوا حاجزين وعاملين البلان. نحن منا متكلين على هول، يلي بيجي آخر دقيقة لعنا بالصيفية هو اللبنانيين كمان. واللي قريبين منا في شوية عراقيين أردنيين من مصر يمكن كمان شوي،
يعني هدول اللي عم بيجوا لعنا من مصر عم بيكون في اعداد كثير كبيره على فكره هون، يعني يمكن خارج الاطار، ولكن عم بيصير في حملات تسويق من مصريين على وسائل التواصل الاجتماعي، عم بيكون في كثير سواح مصريين، عم تلاقي صدى يعني. ايه في، يعني مصر دوله كبيره 100 مليون. صحيح. يعني اذا قد ايه بده يجي لعنا، قد ايه بيحمل لبنان، يعني اذا 50,000 او 100,000 بيعملوا حركه ويلي بدهم يجوا كسواح، يعني رح يجوا كسواح يصرفوا مصاري ويقعدوا فتره قصيره، فممكن انه يجوا، خصوصي انه الطقس يعني بالصيفيه يمكن بلبنان احسن شوي من الطقس بمصر. مزبوط. بقى في ممكن ان شاء الله. بس مثل ما قلت يعني الاغلب هن مغتربين لبنانيين، مغتربين لبنانيين حتى لو في حرب، يعني في حرب بمنطقه الجنوب، ولكن في مناطق ثانيه كمان هالمغتربين رح يجوا، يعني بغض النظر عن ظروف الحرب هن رح يجوا على لبنان. في ناس رح يجوا، في ناس رح يقعدوا مده اقصر، في ناس يمكن يعني اذا بتحسبيهم على بعضهم رح يكون اقل لحد هلا المبين. واكبر دليل مثل ما قلت لك ما في اعلان لاي مهرجانات، يعني المهرجانات مثل هلا كانت تعلن وتبلش الحجوزات وتبلش التسويق، ما في شيء. هلا بفتكر مستعدين، بس وين بدك تعملي مهرجان؟ ببعلبك؟ ما عم توصل الحرب لهونيك. لا طبعا أكيد. الحرب عم توصل لهونيك بالنتيجه. أكيد. ما فيك تعملي مهرجانات والناس عم بتموت. لا حتى المهرجانات يعني بتكون انت كمان مع فنانين دوليين وفرق دوليه بدك تكون حاكي، وبالتالي انه صعب كثير بظل الحرب. حتى الفنانين اللبنانيين يلي هن على صعيد عربي او دولي، في ناس لما بيعملوا حفلات بلبنان بيجي ناس من برا بيحضرون وبيقعدوا يومين ثلاثه بيحضرون وبيفلوا، هدول كمان لحد هلا ما في شيء. في شوية معارض، ما بعرف آخر فترة كان في كتير معارض عم بلاقي بلبنان، زرت بعض المعارض أنا، فيهم شوية حركة يعني، بس كمان مش على قد المطلوب. يعني ديعانو هيدا البلد اكيد نحن يعني كثير بننبسط بالنهضه اللي عم نشوفها بالدول العربيه، ولكن لبنان يلي كان هو يعني هالمناره عم نشوف انه عم يفقد هيدا الدور. هيدا الحق على اللبنانيه انا بقول، بس ما الحق على حدا ثاني ابدا. اكيد حق على اللبنانيه، كل شخص لبناني لما يعمل اي شيء بلبنان لازم يفكر هيدي بتنفع لبنان او ما بتنفع لبنان. بفتكر هيدا هون المشكلة، يعني من أقل شغلة، من مخالفة سير بسيطة يعني لأكبر شغلة ممكن تصير. الإنسان إذا بفكر هيك بصير عنا بلد. طبعا في مسؤولية مشتركة والمواطن كمان هو بتحمل جزء من المسؤولية. بختام هالحلقة يعني بعد ما هيك استعرضنا كل تقريبا هذا الوضع المالي بالبلد، يعني هيك هل عندك شوية تفاؤل في حال صار في انتخاب رئيس، صار في تسوية إقليمية دولية معينة، انتخبنا رئيس، صار في عنا مؤسسات، إنه ممكن نحن بلد مثل ما قلت صغير واقتصاده صغير نرجع ننهض بسرعة؟ نحن لأنه اقتصادنا صغير ولأنه دائما مستعدين ولأنه عنا كفاءات نقدر ننهض وبسرعة، بس بدك إنه نحن كلبنانية ناخد قرار إنه نتفق على شيء معين. يعني لبنان واضح إنه في انقسامات سياسية عم بتعطل هالأمور، ما حدا بده يتنازل للتاني. لما بتفكر بمصلحة البلد كبلد ومنفكر لقدام لازم كل واحد يتنازل شوي طبعاً. ويفكر انه مصلحته هو باستمرارية البلد وبانتعاش البلد يعني بنهضة البلد. على أمل، على هذا الأمل ننهي حلقتنا معك. أنا بدي أشكر حضورك ومقربتك، شكرا لك أستاذ غسان. ميرسي لك. شكرا مشاهدينا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.